بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، وجد علماء من وكالة ناسا أن الغلاف الجوي للمريخ يتبخر مع مرور الزمن، مثله مثل كثير من الكواكب التي لم يبقى لها شيء من الغلاف الجوي عبر ملايين السنين، وذلك بسبب الرياح الشمسية القاتلة. بينما على عكس كل هذه الكواكب، بقي الغلاف الجوي للأرض محافظا على نفسه طيلة مئات الملايين من السنين، وهو سبب استمرار الحياة، وبقي محفوظا برعاية الله تبارك وتعالى، لم يتبخر منه شيء يذكر. هذه الحقيقة العلمية لم ينتبه لها علماء الغرب إلا أواخر عام 2015، ولكن القرآن أشار إليها قبل 14 قرنا. قال تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. تأملوا معي كلمة محفوظا، أي حفظ برعاية الله وكرمه ورحمته، فالحمد لله رب العالمين.